بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما ومن دخله كان آمنا ولله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لِمَ تَكْفُرُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك وكان ذلك على الله يسيرا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.